ورجعنا لكم مرة أخرى. ضيفي عمر سمرة، يمكن تاني مرة نتقابل في برنامج رياضة اليوم. تقابلنا في 2008 وشاب طموح جدا جدا، يمكن عنده روح المغامرة، وأيضا يعني من الشباب العرب القليلين جدا استطاع أنه يصعد لقمم كثيرة وكبيرة جدا في العالم كله، سواء العالم العربي أو في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية. وأيضا يعني غير أنه هو بيحب تسلق الجبال والمغامرات، أصبح الشاب المصري الوحيد اللي هيصعد للفضاء الخارجي من أصل 23 شاب في جميع أنحاء العالم من أصل 68 دولة. معايا ومعاكم عمر سمرة. ازيك يا عمر؟ ازيك يا دي، الاخبار؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كله تمام. عمر، الناس مين عمر؟ يعني عايز الناس تعرف مين عمر اكتر، اتولدت فين، حياتك ايه، ايه اللي خلاك تروح لفكره التسلق الجبال، حاجه جديده يعني؟ انا يمكن بدايتي كانت يعني بدايه غريبه شويه، يعني تبع كل البعد عن الرياضه وتبع كل البعد عن الفضاء والمغامره. اتولدت في لندن، اتولدت في ويمبلدن اللي هي مشهوره طبعا ببطوله التنس العالميه. صحيح. اللي يمكن اهلي شافوا ان هو فعل كويس ان انا هطلع مثلا بوريس بيكر المصري او حاجه زي كده، اللي انا فشلت في رياضه التنس ورياضات كتيره الصراحه في سني الصغير، لان كان عندي ربو، كان عندي ربو يعني فعلا حاد جدا، وكان كنت بعاني منه لفتره طويله لحد سن 11 12 سنه. ما بقدرش تاخد نفسك، ما بعرفش اخد نفسي، متقطع يعني، بصحى بالليل، بصحى في وسط الليل مش من كتر ان انا نفسي قصير. ما كنتش بعرف الف مثلا لف تراك يعني 400 متر. فده صعب طبعا في الرياضه خالص، صعب جدا في الرياضه. ما كنتش بفكر يعني في الرياضه، كنت حاطط نفسي في خانه ان انا مش هقدر العب رياضه يعني. انت عارف عندنا في مصر لما واحد بيكون بيعاني من حاجه عاده الناس تقول له ابعد بقى خالص عنها، مش مثلا حاول انت تعمل عشان تقدر ان انت تتحسن. فكان في يمكن دكتور واحد هو اللي قال والله انت عندك نوع من الربو هيختفي وانت كبير، بس لو عاوز ان انت تتخلص منه لازم تبتدي تلعب رياضه بس بشكل جاد يعني. فابتديت العب سكواش وبعد كده لعبت كره سله. لكن يمكن في سن 16 سنة كانت أول مرة رحت فيها الجبال. طب أسألك سؤال عمر، أنت كنت يعني مولود فين، مكانك فين، بتلعب في نادي إيه، يعني كنت المنطقة اللي أنت عشت فيها؟ كنت بتمرن بلعب في نادي الجزيرة. سكواش لعبت بطولات وكده، ويمكن مشيت أكتر. كنت ساكن في الزمالك بقى ولا في مهندسين؟ الزمالك ومهندسين، اتنقلنا كذا مرة يعني. كرة السلة يمكن اللي أنا مشيت فيها أكتر شوية عشان تطويل. بعد بقى ما طولت وكده. وبعدين السكواش طبعا عندنا في مصر بيطلع ابطال العالم، فلو انت بطل محلي في مصر انت بطل عالمي. كان عندك في الجزيره عمر البرولوسي تقريبا، كان في عمر البرولوسي وكان في احمد فايزي، وبعدها عمرو الشبانه كان بيلعب في نادي المعالي، بعد كده ابتدى يلعب في نادي الجزيره وراح الاهلي شويه. وراح الاهلي شويه فعلا. فكنت بتمرن فتنس مع الناس دي، بس طبعا لما كنا نروح ملعب سكواش كانوا هم بيروحوا من حته يلعبوا مع الابطال العالميين، وانا كنت لاعب محلي شويه في السكواش. لما طولت بقى قلت فرصه اعمل حاجه يمكن بقى. كره سله كمان الجزيره مشهوره، الجزيره كانت مشهوره فعلا. وكنت وانا في الجامعه الامريكيه كسبنا بطوله الجامعات، ودي كانت اول مره جامعه امريكيه تكسب بطوله الجامعات. كان معاك احمد ابو الفتوح طبعا. احمد ابو الفتوح المعجزه طبعا كان موجود. المعجزه يعني. طبعا. وكانت صراحه يعني كان جيل هايل يعني في كره السله. اتعلمنا منه كتير. وصحيح اتحسنت وبقيت فت وكل حاجه، لكن طبعا عمري ما شفت تلج في حياتي ولا طلعت جبال يعني، فده كان شيء بعيد جدا. مصر ما فيهاش تلج اساسا غير الاسبوعين اللي فاتوا. بالظبط كده. فلما رحت بقى الجبال حصلت حاجه غريبه جدا يعني. كنت يعني في سويسرا، وكانت بالصدفه. ولقيت نفسي في سويسرا، وتعرف سويسرا دي بلد الجبال. فقالوا لي طب ما تجرب تطلع كده يعني. قلت انا طالما انا هنا دي بلدها فيعني اجرب. انت عمرك ما كنت يعني عملت تزحلق على الجليد ولا اي حاجه من دي؟ لا ولا حاجه. بس دي حاجه تخوف. وكنا طالعين حاجه بسيطه يعني، مش هقول كمان كنا طالعين حاجه صعبه، كنا طالعين حاجه بسيطه جدا. وكان معايا ناس اوروبيين تانيين طبعا، هم بيبقوا مولودين في الجبال. احنا شايفين دلوقتي صور. دي صور ليك. ده مثلا في روسيا جبل كنا بنطلع له، اعلى جبل في اوروبا. وحتى في الفتره دي قامت، يمكن نفتكر من كام سنه في 2008 قامت حرب ما بين روسيا وجورجيا. صحيح. قامت الحرب واحنا هناك، وكنا بنسمع الصواريخ من فوق واحنا على الجبل. بس فلا يعني طلعت الجبل ده وحسيت احساس غريب، بالرغم ان انا ما عمري ما طلعت جبال، حسيت ان انا زي ما اكون في مكان مألوف بالنسبه لي يعني. دي برضو تسلق التلج بقى. بقول لك عمر، ممكن تقع، انا اسف يعني، وتموت.
اكيد طبعا وارد يعني. يعني بتبقى مربوط بحاجه او بتاع ولا بتلبس في مخاطره يعني؟ انت بتلبس زي حزام بيسموه هارنس بتلبسه على حوالين وسطك وبيبقى فيه عقل معينه، العقل دي الحبال بتعدي فيها وانت طالع الحاجات اللي هي الصعبه شويه زي اللي احنا شفناها في الصوره، بتجيب زي مسامير بيبقى زي مسمار القلاووز كده وبتدخله في وسط في الثلج نفسه وبعدين بيبقى فيه عقله في الاخر وبتعدي فيها الحبل. وفي واحد دايما بيطلع هو قدام يركب المسامير دي وبعد كده اللي بعده بيطلع وبعدين بنغير بقى يعني. موضوع انا عايز اقول لك حاجه يا عمر، اصل امبارح شوماخر تعرف شوماخر بتاع الفورميلا واحد من الاشهر بين الحياه والموت لانه وقع من تسلق او من جليد بيتزحلق على الجليد. عرفت انت الخبر ده اكيد؟ طبعا في الصحراء على الجليد بياخدوا سرعات جامده جدا فطبعا بتبقى الموضوع صعب. يعني ده كان اول مره في حياتك في سويسرا؟ اول مره في حياتي، بس يعني وقعت في حب الجبال الصراحه يعني. طبعا المناظر فوق الوصف، في احساس روحاني يعني، انت بتحس انت في راحه وسكينه رهيبه وانت في وسط الجبال يعني. في حاجه يعني خصوصيه للواحد للوجود للوجود ان انت كانك يعني ربنا يعني فوق وانت في حته حياه تانية غير اللي انت يعني. طبعا انت عالي جدا يعني ارتفاعا، لكن حتى احنا بصينا على يعني في التاريخ هنلاقي ان مئات الاف السنين كانت الرسل الانبياء وناس لما تبقى عاوزه تقرب من الخالق كانوا بيروحوا للاماكن الجبليه. صحيح لأن صحيح يعني. والواحد اي حد شخص عادي زي ممكن في طاقه ايجابيه ملموسه كده الواحد بيحسها هناك. بس يمكن اهم حاجه شدتني الموضوع تسلق الجبال هي حته التحدي. ازاي انت لما بتطلع جبل مش بتتحدى الطبيعه او الجبل لان هم دايما هيبقوا اقوى منك، انت بتتحدى نفسك يعني ضعف العقل وضعف الجسد عشان تقدر توصل للحكايه دي. هو فعلا انت مش بتتحدى الجبل، انت بتتحدى نفسك. يعني حتى في ناس يقولوا لي كلمه كده اللي هو انت مثلا واحد يبقى قاهر الجبال او كده، الحاجه دي مش مصطلح صح لان هو في الاخر خالص لو ربنا شاء ان الجبل يقلب عليك او الجو تقوم عاصفه انت يعني، ولا لو كنت احسن متسلق في العالم مش ممكن تعمل اي شيء. عايز حد بعت لي على الفيسبوك اسمه مصطفى شعبان، فبعت لي بيقول لي مره المنطق والقدر ركبوا عربيه مع بعض، فالعربيه البنزين خلص فالمنطق والقدر نزلوا في الشارع فقالوا طب نبات هنا لغايه ما الصبح حد يجي ياخدنا يوصلنا، ادينا ليه الدنيا ليل يعني. فالمنطق قال ان انا هقعد جنب هنام جنب الشجره لغايه الصبح ما يجي نشوف حد يوصلنا يعني. فالقدر قال له طب انا هنام في وسط الشارع، فقال له انت اتجننت ازاي يعني تنام في وسط الشارع ده فيه ممكن عربيه تيجي تخبطك. فالقدر قال له لا طب ليه، ما انا ممكن انام في وسط الشارع والعربيه تيجي تشوفني تقف تركبنا احنا الاثنين ونوصل. فقال له انت اتجننت اعمل اللي انت عايزه. فالمنطق نام جنب الشجره والقدر نام في وسط الشارع، ففعلا جت عربيه مسرعه جدا جدا وبسرعه، اول ما شافت القدر نايم على الارض فحاولت تتفاداه راحت داخله في الشجره موتت المنطق. فعشان كده بيقول لك دايما مش بالمنطق دايما ممكن الواحد يعني يصل. القدر ساعات بيكون اقوى بكتير من عقلك ومن المنطق اللي انت بتفكر بيه. ساعات مثلا بتكون رايح شغلانه وتترفض تتضايق مع ان القدر ممكن يكون كاتب لك حاجه افضل. ساعات ممكن ربنا يعني ما يكتبش لحد انه يخلف وعشان عارف ان الابن ده يعني ما يكبر مش هيكون صالح يعني. ساعات المنطق في حاجات كتيره يعني، الحذر لا يمنع القدر. ساعات انت بتخش في طريق معين في حياتك ممكن ما تنجحش فيه، لكن بتبقى ربنا شاء ليك ان انت تتعلم حاجه مهمه جدا هتفيدك بعد كده انت مش عارف امتى. صحيح. يعني يمكن الحاجه اللي من تجربتي الشخصيه اللي يعني قريبه جدا من القصه اللي انت حكيتها هي ان انا يعني فكره الحلم، ان واحد يكون عنده حلم دي حاجه بتطلع من قلبك يعني، بتبقى صحيح. حاجه طالما انت حاولت انت تنساها دايما هتلاقي نفسك بتفكر فيها. وساعات الانسان بيحكم عقله في الحلم يعني، ناخد قرار حاجه انا بحلم بيها اعملها ولا ما اعملهاش بيحكم عقله، بس ده غلط لان العقل دايما هيخوفك دايما هيطلع لك بمئة الف سبب انت ليه ما تعملش ده. المفروض القرار دايما القرار الحلم ان انا خلاص هعمل ده لازم يكون قرار جاي من القلب. بعد ما خدت القرار حكم عقلك بقى، حط استراتيجيه حط خطه شوف هتعمل ايه بالظبط والكلام ده كله. بس دايما الناس لما بيبقى عندها حلم دايما بتقع قبل الخطوه الاولانيه لانه ما بيبتديش اصلا. تعرف ان في علم الحديث وفي القرآن ذكر ما معناه ان اللي بياخد القرار هو القلب وليس العقل. شفت. اكمل وارجع تاني.
ايه اعلى القمم اللي انت طلعتها يا عمر، وبعد تجربتك في سويسرا دي اتفتح بقى المجال ليك ان انت تعمل المغامرات دي يعني؟ هو بص يعني يمكن بحماسه واحد عنده 16 سنه لما طلعت جبل صغير جدا في سويسرا قررت طبعا عاوز اطلع اعلى جبل في العالم. طبعا بعد شويه تحريات اكتشفت ان الموضوع ده اصعب كتير جدا ما تخيلته، هياخد سنين، يبقى في تهور شويه الواحد صغير. بس قلت مش هنسى يعني، خليني حصر على الهدف ده وهكسر الهدف الكبير ده لاهداف كتير تانيه صغيره. وابتديت بقى على مدار 12 سنه اشتغل على كل هدف، اطلع جبال صغيره في اصعب في اصعب في اصعب. كان ايه الجبل مثلا وانت عندك 16 سنه، جبل مثلا طوله قد ايه مثلا كنت بتطلعه؟ يعني الجبال كيلو مثلا؟ يعني مثلا كيلو كتير قوي ولا يعني مثلا كان، لا يعني مثلا كان 2500 متر اللي هو يعني زي مثلا جبل سانت كاترين في مصر. يعني بس طبعا كان على فكره كان عليه تلج بالظبط قريب. سانت كاترين بس كان جبل تلجي بس كان يعتبر يعني سهل بكل المقاييس يعني ان انا اقدر اطلعه من غير ما يكون عندي خبره. ده برضو في جبال الألب في فرنسا. جبال الألب فرنسا بس ما اعتقدش انه عادي ده، يعني في حدود ال 3000 4000 متر. ده جبل مثلا في بيرو. بيرو في امريكا اللاتينيه. في امريكا اللاتينيه ده طبعا. جبل فعلا، ده جبل صعب ارتفاعه فوق 6000 متر. وتكنيكيا صعب يعني، كل لما الجبل يكون درجه الميل فيه اكبر. ده برضه في روسيا. ده كان مين معاك؟ كان معايا واحد اسمه ميدو بيوسف. مصري برضه؟ احد اصدقائي يعني، طلعنا مع بعض كذا مغامره يعني. بحاول على قد ما اقدر ان انا لما يعني اقدر اخد مصريين معايا لما يكون المتاح، عشان برضه حته ان انت تكون فرقه برضه. طلعت قمه ايفرست في 2007 ودي كانت اعلى، دي اعلى قمه في العالم. دي موجوده في في بلد ايه قمه؟ في نيبال. اللي هو نيبال اللي هو شمال الهند وجنوب التبت. دي كانت زي ما قلت لك الحلم اتولد في وانا عندي 16 سنه، اتحقق وانا عندي 28 سنه. الجبل يمكن ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، بس طلوع الجبل بياخد حوالي شهرين ونص. ايه؟ يعني قمه ايفرست اللي انت طلعتها دي شهرين ونص عشان تطلع للقمه؟ شهرين ونص يعني الطلوع. لازم تريح وتنام وتصحى وحاجه كده. انت بتطلع وبعدين بتطلع وتريح وبعدين تنزل تاني وبعدين تطلع حتى اعلى شويه وتنزل تاني، لان الجسم لازم يتاقلم على نقص الاكسجين، لان كل ما بتطلع في الارتفاع كل ما ضغط الهواء بيقل والاكسجين بيقل، فما تقدرش تتنفس. ما تقدرش تتنفس وانت عندك كرات حمراء بتشيل اكسجين معين. عشان تقدر انت تتعايش مع الارتفاعات الاعلى لازم تفرز كرات حمراء اكتر، ده بياخد وقت، فلازم انت تبتدي تطلع الجبل تدريجيا. معاك دكتور؟ بيبقى في ناس، عربيه اسعاف او دكتور او لا حاجه؟ لا مفيش كده، بس يعني بيبقى احنا لازم نكون برضو احد الحاجات اللي احنا بنعرفها، بنكون فاهمين فسيولوجيه الجسم كويس جدا. عارفين لو بتدرسها حاجات يعني. معينه لازم تدرس ده، بتدرس ده وبتدرس التضاريس الجبل كويس جدا، بتدرس المناخ. بتدرس طبعا الادوات اللي معاك وانت محتاج ايه بالظبط. حلمك ان انت تطلع كل قمم العالم في السبع قارات، ده اتحقق فعلا السنه دي. ده كان حلم بعد ايفرست. بعد ما طلعت في 2007 فكرت، طب يعني طبعا بجانب شغلي ودراستي والكلام ده كله بالنسبه لي المغامره دي عشق. خلصت في 2007، في ناس كتير قالت لي خلاص انت طلعت اغلى اعلى جبل في العالم، خلاص هتعمل ايه؟ كبر دماغك بقى خلاص. يعني ريح بقى. واحنا يعني كمصريين بنحب ده جدا. صحيح يعني عندنا ما واحد بياخد ميداليه ذهبيه فخلاص بقى. يعني واحد بيفكر برضو اللي هو طب يعني طلعت ده هعمل ايه تاني وكده، وبتحس ان انت يعني الدافع قل شويه. بس فكرت لقيت انا لسه بحب ده وعاوز احقق انجازات تانيه، فحطيت لنفسي الهدف اللي انت قلت عليه اللي هو تسلق القمم السبعه اللي هو اعلى جبل في كل قاره. والحمد لله في 2013 بعد يعني عده محاولات قدرت ان انا احقق ده. اعلى قمه في افريقيا فين؟ اللي هي قمه كليمنجارو في تنزانيا. في تنزانيا. وفي الدول العربيه؟ في المغرب. في المغرب. جبل اسمه جبل طبقال. في فين؟ في يعني يعتبر في الدار البيضاء ولا في، يعتبر مثلا ساعتين من مراكش جنب قرية صغيرة اسمها إمليل. وده جبل في الفترة دي تلجي، يعني انت بتبقى مثلا حوالي مثلا 100 شهر ايه؟ متر من القمة، يعني بنتكلم من اول دلوقتي لحد مثلا شهر 3 ممكن تلاقي تلج. وتوصل فوق، انت في افريقيا، انت في منطقه عربيه، وتبص تبقى انت في التلج، وتبقى انت قبل القمه على طول تبص تشوف من ناحيه الصحراء ومن ناحيه تانية تشوف البيوت، لا تشوف البحر المتوسط. وانت قاعد في التلج صحراء وبحر متوسط. لو يعني حاجه يعني لو السما صافيه في اليوم ده وتقدر تشوف شيء جميل يعني. على فكره انا ان شاء الله مسافر المغرب بكره، ف ممكن اروح اتسلق. لا والله لو معاك يومين دوس يعني. طيب اسالك تاني واقول لك عمر، بتستفيد من ده كمغامره وك
هي بصراحة حاجة ممتعة يعني، خصوصا ما تكون مع أصدقاء وبتاع. ده زمان الواحد كان يقولك يعمل إيه الكشافة ويروح يقعد في مناطق ويطلع ويغامر، فهو شيء ممتع نفسيا. ولكن ماديا هل ده بيفيدك، خصوصا أنت عارف أنت بانكير صح يعني؟ بشتغل في مجال البنوك والاستثمار لحد من 4-5 سنين، اسست الشركه بتاعتي في مجال سياحه المغامره يعني، قربت بقى من اللي انا بتكسب منها فلوس. تسلق الجبال نفسه ما بكسبش منه فلوس، بالعكس ده في يعني بتصرف، في بصرف، انا مش بصرف من جيبي، بس بيبقى في صعوبه ان انا الاقي رعاه عشان يقفوا جنب يعني مثلا بنتكلم في القمم السبعه. الحلم ده اخذ 6 سنين عشان يتحقق. اقدر اقول لك ان لو كانت الفلوس موجوده من يوم الاولاني كنت خلصتها في 2.5 3. مين الراعي بتاعك يا عمر حاليا؟ مفيش راعي، ما عنديش راعي بصفه منتظمه، لكن بقدر ان انا ساعات الاقي رعاه لمشروع معين يعني. مين وقف جنبك مثلا، رجال يعني اعمال او حاجه؟ في قمه جبل ايفرست، وده كانت اول تحدي كبير ليا الصراحه. اللي وقف جنبي كان المهندس نجيب ساويرس يعني، كان بعد محاولات طويله جدا من كتابه لشركات، وان انا قعدت مده 14 شهر بحاول في الموضوع ده لحد في الاخر خالص، ما يعني هو كان اول الناس اللي وقفت جنبي. وبعد كده لا تتكسب مال، بقى بتكسب مال من ايه؟ او فانا يعني فهي السبونسرشيب اللي بتيجي من خلال الحاجات دي بتبقى تغطيه تكاليف الرحله. انا طبعا عندي بقى شغلي انا الخاص اللي هو كان زمان في مجال البنوك والاستثمار، وسبت ده واسست شركه بتشتغل في مجال سياحه المغامره. بنشتغل بقى سياحه مغامره جوه مصر وفي الخارج. ايه سياحه المغامره دي يعني؟ احنا عرفنا الجبال خلاص، ايه اللي ممكن يكون فيه سياحه المغامره غير الجبال او تسلق الجبال؟ مغامرات مختلفه في الانهار، في الغابات، في الغطس في الصحاري. احنا عندنا غابات؟ لا احنا ما عندناش، بس في طبعا احنا بنشتغل في كينيا بقى بنشتغل يعني في 5 قارات مختلفة. من ضمنهم حتى القارة المجمدة اللي هي انتاركتيكا. فعندنا يعني في كل طبعا كل وقت معين من السنة في حتة معينة بتبقى الجو مختلف، فاحنا عندنا نغطي. طب بيبقى في مبلغ معين مثلا حد بيروح يدفعه عشان عايز يعمل حاجة معينة للشركة بتاعتك صح؟ احنا مثلا بيبقى عندنا للأفراد والمجموعات بيبقى عندنا جدول برامج مثلا معينة، رحلات معينة في كل شهر بتبقى مثلا في درجات صعوبه متفاوته، من اول الناس اللي ما عندهاش خبره خالص لحد الناس عندها شويه خبره، بتبقى في رحلات من اول مثلا يومين لحد اسبوعين وهكذا. والرحلات بيطلع مجموعه؟ بتطلع مجموعه، او لو واحد عاوز يطلع رحله مثلا خاصه مع مثلا مع عيلته او اصدقائه كده برده ممكن نرتب حاجه. حلو قوي الفكره دي. هي الفكره هي متعه. هي طبعا في متعه في المغامره، لكن احنا برده شايفين ان المغامره يعني ليها بتنعكس انعكاس ايجابي جدا على شخصيه الواحد. صحيح، انت بتزق نفسك بتعمل حاجات انت ما كنتش تعتقد انت تقدر تعملها، ده بيديك ثقه بالنفس. يعني هسالك سؤال، وصلت لنجيب ساويرس ازاي؟ قصه برضو لذيذه، ان انا طبعا كنت جربت كل شيء عشان في رفض تام. قلت وقتها كان في 2006، حسيت ان هو ممكن يفهمني لو قدرت اوصل له، بس طبعا هو كان وصولي مش سهل. كتبت ايميل ووقتها كان بيشتغل طبعا، كان يعني طبعا كان ماسك شركه اوراسكوم تيليكوم. قلت اكيد الايميل بتاعه يعني الادرس بتاعه 1 من 12 احتمال، فكتبت بقى nsawiris@ot.com n.sawiris وهكذا كل الاحتمالات، و11 واحد رجعوا undelivered وواحد وصل. والصراحه في خلال 3 اسابيع لقيت المكتب بتاعه بيتصل بيا، وفي خلال 6 اسابيع تانيين شرحت له في الايميل كل حاجه بإيجاز جدا طبعا، انا كنت اعتقد ان هو وقته ضيق، فيعني شرحت له الفكره. يعني فلحد النهارده يمكن هما يعني طبعا هما راعوا المحاوله بتاعه ايفرست اللي انتهت في 2007، لكن لحد النهارده يعني في كل فرصه بوجه له الشكر طبعا ان هو وقف معايا في البدايه خالص يعني. طيب فكره ان انت تروح الفضاء بقى جات لك ازاي؟ دي حاجه جديده خالص يعني. دي طبعا دي بدات يعني في الحقيقه حلم وصول الفضاء ده بدا قبل حتى حلم الجبال يعني. وانا عندي 11 سنه كنت يمكن اكيد ما اعرفش تعرف ملف المستقبل وسيم 18 ايوه حاجات اللي بتعيش من غيرها دي. وكان يعني حلمي ان انا كطفل ان انا اذا يعني اطلع الفضاء وحاجات زي كده، بس ده كان بعيد جدا طبعا عشان حالتي الصحيه وقتها، بس برضو عشان عاده كانت الطلوع للفضاء من خلال برنامج فضاء بتاعت الدوله بتاعتك، وكانت مصر طبعا ما لهاش برنامج فضاء. فبالتالي كان حلم، مجرد حلم. وفي شهر فبراير اللي فات شركة يونيليفر طرحت مسابقة اللي هي اكس ابولو، وفجأة بقى في فرصة. شركة تبع ايه؟ شركة هي شركة يونيليفر. ايوة دي شركة جنسيتها ايه؟ اعتقد ان هي اساسها شركة انجليزي. انجليزي تمام. وشركة تانية اسمها سبيس اكسبيديشن كوربوريشن اللي هي الشركة اللي بتبني مكوك الفضاء نفسه، وشركة امريكاني هولندي.
تعاونوا مع بعض وخلقوا مسابقه تدي فرصه لاي حد، مش لازم بقى يكون تابع لوكاله ناسا او وكاله فضاء معينه او دخل كم واحد معينة. بقى دخل اكتر من 1,000,000 على مستوى العالم من 68 دوله. انا فاكر ان حجاجوفيتش تقريبا حاجه دخل معايا، احمد حجاج في المرحله الاخيره اللي كان سافر معايا اورلاندو، وكان في احمد خالد سعيد محامي برضو طلع، يعني محامي ورياضي. وكان في 3 مراحل، المرحله الاولانيه كانت مرحله تصويت، وبعد كده مرحله في النص، واخر مرحله اللي احنا كنا في اورلاندو. ايه التصويت يعني؟ بيشوفوا شكلك مثلا الاول ولا؟ لا يعني كان يعني كان ولا بالصدفه وبالحظ ممكن التصويت ده؟ لا يعني كان في موقع وانت بتعمل بروفايل لنفسك وبتشوف بقى اكبر عدد من الناس يدعموك يعني. يقول لك ان ده، فانت انت بتقول للناس على فكره انا المفروض تختاروني لان انا عندي المواصفات الفلانيه، وبتشوف اكبر عدد من الناس اللي ممكن يدعمك. كان كام واحد الاول؟ 1,000,000 واحد. فنزلنا من 1,000,000 لمثلا نزلوها مثلا لالاف. وبعد كده من المرحله الثانيه نزلوا ل 110 واحد اللي هم كانوا في اورلاندو. وفي الاخر خالص اختاروا 23 واحد من 23 دوله اللي هم. انت الوحيد من الوطن العربي؟ من الوحيد من الوطن العربي. احنا برضو يعني مهم برضو ان هو يتقال ان احنا مسافرنا كثلاثه مصريين، ما كانش يعني كانش اكيد ان واحد مننا يكسب، يعني في ناس تعتقد ان هو من ثلاثه مصريين كان لازم يبقى واحد يعني. لا هو كان ممكن ثلاثه ولا حتى الوطن العربي. طب ما انت ما سافرت من الثلاثه، ايه بقى بيبقى في كشف طبي، كشف هيئه، يعني بيبقى ايه السبب اختيارك او عدم اختيار الاخر؟ احنا عملنا كشف طبي هنا في يعني في اخر اسبوعين، يمكن عملنا شويه تدريبات مع معهد طب الطيران والفضاء اللي هو تابع للقوات المسلحه، عملنا كشف طبي وعملنا شويه تدريبات مشابهه للتدريبات او الامتحانات والاختبارات اللي عملناها هناك. هناك حطينا في 6 اختبارات شامله حاجات كتير جدا. كان في اختبار صعقه، ده قوه تحمل وفتنس. كان في اختبار اللا جاذبيه في طياره معدله بوينغ 727 بتعمل بتطلع كده وتنزل. بقول لك طرت انت بقى الجاذبيه دي كأنك ما فيش حاجه، كأنك بتطير، كأنك بتحس احساس غريب. احساس طبعا ممتع جدا صراحه، بس يعني هو يعني متعب للبطن شويه، في ناس بيجي لها اغماء واحساس كده فعلا. بس لازم انت في كل ده لازم تقدر ان انت تعمل يعني اشكال معينه بجسمك وتتحرك بطريقه معينه، عايزين يشوف انت، لان طبعا لما نطلع في الفضاء هيبقى فتره طويله. على فكره لسه داخل فيلم اجنبي مش عارف شفته اللي هو جرافيتي. ايوه على فكره ما شفتوش والناس بتقولي ما تشوفوش. صعب قوي. تمام. وفي في اختبار قوه التسارع اللي هو الجي فورس. وكان في برضو مناورات، يعني ركبنا طياره حربيه طليانيه وكنا قاعدين جنب الطيار وعملنا مناورات بالشديده بقى، بنعمل لفات كده. على فكره الموضوع صعب قوي. وبرضو ايه، عايز اقول لك ان انا مثلا بخاف من اساسا، رحت باريس ورحت ديزني لاند. بخاف من الالعاب اساسا اللي هي ان انت بتطلع ومره واحده بتنزل، دي بتبقى دي في الطياره ممكن تلاقي الطيارات قلبت وعملت يعني انت بتبقى فتره ومطبات. اذا كان احنا في الطياره العاديه ما بيحصل مطب كده، في الطياره العاديه بتلاقي روحك اتسحبت. يعني فتره كده بتبقى انت مش عارف اصلا انت فوق ولا يعني انت مقلوب ولا انت معدول ولا كده. بس طبعا يعني لازم تجامد قلبك. هو على فكره يعني في ناس تعتقد ان هو مثلا ايه، لا ده مثلا واحد مثلا قلبه ميت او ما بيخافش او كلامنا كله. هو الحقيقه معظم الحاجات اللي بعملها لفتره او اخرى ببقى خايف. بس هو يعني بس عندك الجرأه هي يعني انت بتبقى ايه، هو تعريف الشجاعه مش ان انت مش عدم الخوف، هو وجود الخوف لكن الاستمرار بالرغم من الاحساس اللي انت حاسس احساس الخوف. انت انت عندك يعني بتقول انا بعمل ده لسبب 1 2 3 وانت مؤمن بيه. طيب هسألك سؤال تاني. الشركة دي ابتدت تدير عليك ربح، فبالتالي ابتدت تقف شوية وبقيت انت اللي بتصفر نفسك ولا ايه؟ لا لحد النهاردة التكاليف اللي يعني الرحلات اللي انا بعملها يعني بره مقدرتي انا كشخص بتتراوح طبعا ما بين يعني ممكن مثلا هنتكلم مثلا في الحاجات اللي هعملها قدام. نتكلم مثلا عندي امل ان انا اوصل القطب الجنوبي والقطب الشمالي، ممكن رحله زي كده تكلف مثلا $60,000. بس برضو يعني نحطها لو حطيناها في اطار مثلا تكلفه مثلا ناس لعيب اولمبي مثلا بيتجهزوا للبطوله كده هتلاقي انها قليله جدا. كم دوله سافرتها عمر في حياتك؟ انت عندك حاجه و30 سنه. حوالي 35 سنه وسافرت يمكن حوالي يعني اكتر من 80 دوله. 80 دوله حول العالم. بس طبعا هو كل القارات، هو بعد كل القارات بعد فتره معينه بتبقى ما رحتش استراليا، هي القاره الوحيده اللي ما رحتهاش. بس بعد فتره بتبقى ما بتسافرش دول اكتر من كده لانك بتحب في دول بتحبها جدا بتعوز ترجعها. يعني انا مثلا طبعا كنت لسه هسالك السؤال ده. يعني انت سافرت 80 دوله، احلى 4 5 دول في حياتك بتحبهم جدا؟
طبعا غير مصر يعني دولة نيبال اللي هي فيها إيفرست دي رحتها 9 مرات. بيرو رحتها مثلا 5 مرات. بيرو في امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية الصراحة قارة ممتعة يعني. يعني برازيل وارجنتين طبعا احنا نعرفها عن الكورة. فنزويلا صح. بس ليها طبيعة هناك خلابة رائعة والناس يعني قريبين جدا مننا يعني تحس ان هم برغم ان اللغة مختلفة الا ان نفس الروح. طب بالنسبة ايه تاني غير إيه في الدول العربية غير مصر؟ في الدول العربية عمان الطبيعة فيها مسقط و يعني صلالة وصلالة ويعني والدبة والحتت في حتت كتير يعني برضو قريبة جدا من سينا شوية في الشكل. رحت يعني المغرب انت قلت لي. المغرب رحت. المغرب طبعا جميلة جدا ومختلفة جدا. عندك تلاقي صحراء تلاقي جبال وتلج موجود. تلاقي كل المناخ يعني يعني مدن ساحلية في يعني كل صحراوية كل شيء موجود عندهم. ايه رحت غابات؟ غابات بقى في امريكا الوسطى حتت زي كوستاريكا. عملنا كذا رحله مثلا عملت رحله 3 اسابيع كنت بعدي فيها كوستاريكا من اقصى الغرب للشرق. مش غابات دي بتبقى مخيفه شويه؟ الغابات خصوصا بالليل يعني صعبه فيها الحركه شويه وساعات لما الغابات بتبقى كثيفه جدا انت لازم تتحرك زي بيسموه مشاتي هناك اللي هو السيف وبتقعد تقطع في الحاجه عشان تعرف تعدي وعشان هي دايما كل شيء مبلول وبتمطر كتير جدا يعني دايما بتواجه مشكله ان انت مفيش حاجه بتنشف دايما بتبقى انت يعني على طول مبلول كلك كده بتاع. وطبعا حشرات بقى يعني ممكن نقول هم الطيور مش بالظبط من كتر من الحشره كبيره يعني كده يعني الادغال بالنسبه لي مش امتع حاجه بس عملتها برضو يعني. طيب عمر انت يعني انا اسف ان انا هكلمك في هذا الكلام ولكن انت كنت يعني متزوج وحصلت لك ان زوجتك توفت من 6 شهور وهي بتولد بنتك رغم كده برضو حاولت ان انت تروح للفضاء وكده واثرت دي على نفسيتك يعني احكي لي القصة. انا اسف ان انا بفتحها لك تاني يعني. لا يعني انا طبعا بعتبر نفسي ان انا متزوج لسه يعني انت لسه لغايه دلوقتي لابس الدبلة يعني انا ومروة كنا قريبين جدا من بعض او لسه قريبين جدا من بعض يعني عرفنا بعض لمدة 3 سنين بس لكن يعني العلاقه عاده ما بتبقاش بالوقت يعني لو من 3 سنين دول كانوا يعني زي اتجوزتوا 3 سنين سنتين وكنا عرفنا بعض قبلها 3 سنين قبلها بسنه او سنه كان في توافق كتير كبير جدا يعني في كل شيء وكانت يعني كانت اكتر واحده عندها ايمان بيا وباحلامي وبتدعمني بكل طريقه وكان في طبعا حب كبير جدا ما بيني. كانت اصغر منك بقد ايه؟ كانت اصغر مني ب5 سنين يعني كان عندها 30 سنه ساعه ما توفت سنة. او 29 وشويه 30 سنه ربنا يرحمها رب. توفت وهي بتولد بنتك يعني بقى كام يوم بعد في امريكا الكلام ده من 6 شهور فقط؟ الكلام ده من 6 شهور فقط. وقدرت ازاي؟ يعني بصعوبة شديدة يعني ان انا اكمل يعني مش هكذب عليك يعني كل يوم بالنسبة لي اصعب من التاني. متهيألي لما واحد بيحصل له حاجة زي كده عمر ما الجرح بيلتئم يعني اعتقد ابدا زي مثلا ما واحد يفقد دراعه مثلا هو انت دراعك عمره ما هيرجع تاني. صحيح. انما لازم تتعلم ازاي تعيش من غيره وممكن في يوم من الايام تقدر تعمل حاجة احسن من اللي كنت ممكن تقدر تعملها لان اتعلمت يعني الموضوع ده او يعني المحنة دي لازم تكون تضيف ازاي انت تخلق من الحاجة السلبية دي تقدر تخلق منها حاجة ايجابية يعني ده الحاجة الدافع طبعا اللي بيخليني اعمل كده ان انا اتوقع ان لو مروة موجودة هتبقى عاوزاني اعمل ده طبعا عاوز بنتي تفخر بيا او يعني فده طبعا ولغايه دلوقتي لابس الدبله ولغايه دلوقتي انت متزوج وحاسس بده. انا حاسس بده ويعني طبعا الرحله بتاعه الفضاء اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها بدات في فبراير المسابقه دي وكنا حلمنا بيها مع بعض وخططنا لها مع فبراير بعض فبراير يعني كانت مراتك ساعتها حامل كانت حامل فعلا فبالرغم طبعا يعني بالرغم ان في حاجات كتيره جدا حصلت كويسه بالنسبه لي في 2013 انتهيت من القمم 7 وكسبت المسابقه بتاعه الفضاء الا انها طبعا وطبعا يعني اكتر من كل ده طبعا يعني بنتي طبعا اتولدت ودي يعني هي الحاجه اللي يمكن من روح مروه يعني من روح مروه لكن طبعا سنه صعبه جدا بس يعني الحاجه اللي هي يعني احب ان انا اقولها ان يعني يمكن كل واحد فينا فقد حد قريب منه في حياته او خصوصا يعني في مصر الايام الاخيره دي شهداء
بالظبط كتير جدا. وبالرغم من كده لازم نكمل يعني، لازم نفضل ناخد خطوات لقدام. ساعات الواحد بيبقى تعبان جدا ومش قادر ان هو ياخد خطوات كبيره لقدام، بس لازم حتى لو خطوات صغيره او حتى عشان توصل للاكبر، عشان لان في الاخر خالص لما حاجه زي كده بتحصل الواحد لازم يحاول يكون عنده ايمان ان ده بيحصل لسبب قدر. يعني ولازم يعني تحاول انت يعني تخلق من حاجه ممكن تكون صعبه يعني حاجه تطلع منها حاجه يعني. بنتك عندها قد ايه دلوقتي؟ عندها 6 شهور يعني، لسه ما عندهاش 6 شهور. 6 شهور ربنا يخليها لك يا عمر. واخيرا اسالك سؤال، هتطير للفضاء امتى؟ التاريخ لسه ما تحددش، بس يعني اتمنى ان هو يكون غالبا هيكون في النص الثاني من 2014 زي ما قلت لك. هتركب مركبه فضائيه مظبوط، وهتطلع على ارتفاع قد ايه؟ هتطلع 103 كيلو يعني حوالي كام سطح البحر؟ يعني حوالي 340 350 الف قدم. ده اللي هو يعتبر حوالي 11 او 12 ضعف قمه جبل ايفرست. ده احنا في الطياره مثلا بقولها 40 الف قدم مثلاً، يعني تقريبا على بعد كام بقى بغير الطياره؟ يعني 300 الف قدم تانيين يعني فوق ال 40 الف فوق ده. دي حاجه طبعا الطيارات العاديه ما تقدرش توصل للارتفاع ده. هو القمر بعيد قد ايه يا عمر؟ ما تعرفش؟ يعني 3 ايام سفر كده يعني. 3 ايام سفر لغايه يعني ما توصل في بتلعب في صاروخ يعني. بس والقمر اقرب حاجه للارض على فكره. اقرب حاجه للارض، يعني المهم ان هو يتقال ان هو يعني ناسا خلاص مش هيطلعوا القمر تاني. فعلا؟ وفتحت مجال الاستكشاف في الفضاء للشركات الخاصه، واحده منهم الشركه اللي احنا هنطلع معاها. في شركتين تانيين. طب هل بيبقى مؤمن عليكم؟ الموضوع مش سهل برضه. هو طبعا يعني ممكن تتامن عليك تامين الحياه، بس هو طبعا في خطوره في الرحله. احنا بنعمل حاجه تعتبر جديده يعني، احنا من اوائل الناس نعتبر يعني بنجرب حاجه جديده. طبعا هيكون في اختبارات كتيره جدا هتتعمل قبل السفر كده. لكن طبعا دايما هيبقى فيه لكن انت مش طالع القمر ولا حاجه، انت هتطلع في الفضاء الخارجي على بعد 350 الف قدم فقط وتعود مره اخرى. الرحله دي بتاخد وقت قد ايه؟ هي يعني ساعتين ثلاثه. ساعتين فوق وساعتين زي مثلا اول رجل طلع الفضاء من روسيا كان جاجارين. هتبقى رحله مشابهه لكده يعني. عمر بشكرك، اتمنى لك دايما التوفيق وربنا يوفقك في خطواتك اللي جايه. وهل حد من الدوله دعمك؟ وزير الرياضه قبلك، وزير الشباب، حد يعني دعمك؟ محتاج ايه من الدوله يعني؟ حصل بالفعل يعني طبعا تكريم من الاسبوع اللي فات كان من قبل القوات المسلحه في حفله نظمتها يعني الشركه المنظمه للمسابقه اليونيليفر. تمام. طبعا اللي حابب انا اقوله ان في طبعا حتى لو نتكلم عن الرياضه في مصريين جدا كتير جدا بيحققوا نجاحات كتير جدا بعد كده، او حتى لو ناخد بالنا لو في اولمبيات او كده بتقف الموضوع بعد كده ومفيش استمراريه. اللي انا عاوز اقوله ان انا عملت يعني عملت شويه حاجات، احب ان انا اكمل واحب اعمل حاجات تانية، احب ان انا اخد المشوار لابعد حاجه عشان الجيل اللي بعد كده يبتدي من اللي انا الحته اللي وقفت منها ويبني عليها. فاتمنى ليا والناس تانية اللي في بتعمل يعني شيء بتمثل مصر ان يكون في دعم سواء بقى من القطاع الخاص او الدوله. بتشوف حد من الشباب على الفيسبوك او حاجه صغيرين عندهم 15 16 سنه بيقولوا عايزين نبقى زيك؟ في طبعا كتير جدا عايزين نطلع جبال وعايزين نطلع ايفرست وكده، فطبعا بحاول ان انا اشجع ده وادعم ده على قد ما اقدر. بس طبعا عشان هي رياضه خطره وفيها مشقه كتيره جدا، وتبقى اول سؤال لازم يتسال لازم يعني واحد يسال نفسه بجد، هل انت حابب ده وفعلا عاوز تعمله الاسباب المظبوطه؟ لان هو في فعلا مشقه ومعاناه، ولو كده صح يبقى طبعا مفيش حاجه المفروض تقف قدامه. عمر بشكرك مره ثانيه واتمنى لك دايما التوفيق. شكرا جدا يا خالد، وان شاء الله نكون مع بعض قريب ثاني يمكن بقى بعد بعد ما ارجع من الفضاء ان شاء الله. واحتمال قريب كده اجي لك الشركه ان اشوف مغامره كده، عايز اعمل مغامره. يا ريت ان شاء الله باذن الله. شكرا عمر ثمره، اول مصري هيطلع الفضاء الخارجي. هنطلع لفاصل اعلاني ونستقبل تامر بدوي والرياضه العالميه، الدوري الانجليزي وكل ما حدث في 2013 بالنسبه للرياضه العالميه وكره القدم العالميه، من كاس عالم لكاس افريقيا لبطولات الشامبيونز ليج، اليوروبا ليج، كل حاجه، القارات، كل حاجه النهارده مع تامر بدوي، ولكن بعد الفاصل.